صباح الخير رمضان كريم وكل عام وانتم بخير الان سوف نتعرف على الاشكال الهندسيه اول شيء وهو المربع نعم المثلث الدائره والمستطيل، أحسنتم جميعا، والآن سوف نتعرف على فصول السنة، قلنا فصول السنة أربعة، وهي فصل خريف، فصل شتاء، فصل ربيع، وفصل صيف، والان سوف ننشد انشوده فصل الربيع يعني عندما ياتي الربيع والعصافير تغرد تمرح الاشجار تزهر التمار تبدا النحلات تجمع الرحيق ايتها الغابه الجميله جاء فصل الربيع حسن جدا احسنتم جميعا الى اللقاء